هلو ايفريبادي، كنا عم نحكي على كتاب تريجرز لمارشال جولدسميث. كنا عم نحكي دائما يا ترى وقت نحن عم نقول كل واحد يكتب لنا شو الصوره المطوره عن نفسه، شو حابب تصير، شو الشخصيه الحلوه اللي حابب ترغبها. لو انت رحت عند واحد استشاري في تطوير الشخصيات قال لك انت حاليا فلنفرض انت الشخصيه الف، الشخصيه المطوره منك شو هي؟ هل هي شخصية هتلاقي مثلا شخصية مطورة بالعلم، شخصية مطورة بالرياضة تروح كرشك، شخصية مطورة بالشق الاجتماعي، شخصية مطورة بإنجاز تأليف كتاب، حضور دورات، شخصية مطورة ماليا، زيادة الدخل، اكتساب مهارات. فيا ترى انت حطيت لحالك هدف بس ما عم تحقق الهدف. نجي على السؤال بيطرحه مارشال جولدسميث، يا ترى شو الشيء اللي بيحركنا من جوا؟ شو هي التريجرز؟ تريجرز كيف اذا انت عندك قداحه تقدح القداحه، كل فعل عندنا في شيء بيقدحه، في شيء بيشغله. بتكون ماشي بدك تساوي شغله، بيطلع لك شغله بتغير لك عملك. رايح تقرا كتاب بيطلع لك مقطع فيديو، بيطلع لك بيجيك تليفون، بتفوت على انترنت، بيجيك ايميل، بتغير كل المجرى تبعك. فهون بيقول لك تعال نفرز نحن حياتنا، في عنا شغلات نحتاجها في الحياة وعنا شغلات نرغب بها في الحياة. فخلينا نعمل تقاطع، أمور نحتاجها في الحياة وأمور نرغب فيها بالحياة. حارسمها أنا، إذا أنا هون مثلا في عنا أمور نحتاجها وعنا أمور نرغب بها، فحأرفيس تمام. هناك أمور تمام نرغب بها ولا نحتاجها. يعني انت ماشي رايح بدك تقرا كتاب، انت رايح تحضر دوره، اي شيء بشتت لك انتباهك غالبا بتكون هي الغرائز، الشهوات، الرغبات، الدنيا، تضيع الوقت، العلاقة مصدي، التلفزيون اذا ما كان فيه فائده، الحكي، سهرة القهاوي، هي كلها أمور أنت بترغب فيها بس على أرض الواقع أنت لست في حاجة إليها. هي أغلبيتها، هي عم تأخذ أغلبية وقتها، فهي أمور أنت ترغب بها ولكن لا تحتاجها، وهون نقطة الضعف أو نقطة القوة. وفي عنا أمور تانية لا نرغب بها ولا نحتاجها. الأمور التانية التي لا نرغب بها ولا نحتاجها، واحد بيجي اكتئاب، واحد بيجي حالة ملل، بتجي حالة ضجر، بتجي مرضى. هاي أمور هو لا بترغب فيه ولا بتحتاجها، بس هي تريجرز، هي عبارة عن شو؟ هي مؤثر، هي محفز، هي محرك داخلي بتعيق النمو أو تحقيق الأهداف. وهناك أمور نحن نحتاجها ونرغب بها، يعني الاثنين نعم نعم. مثل شو الأمور نحتاجها ونرغب بها؟ مثل المديح، الثناء، تقدير الآخرين، الدراسة، المال، الشهادات، الإعجاب الناس فينا. هي بتحفزك، يعني بعبارة تانية كثير من الأشخاص تابعوا دراستهم أو أخذوا صاروا مثلا يوتيوبر حتى يحصلوا على الإعجاب، ولكن ترافق هذا مع إنجاز، فهذا شيء نحن نحتاجه ونرغب فيه. في أمور ثالثة نحن لا نحتاجها، عفوا لا نرغب بها بس نحتاجها. شو هي الشغلات التي لا نرغب بها بس نحتاجها؟ هي وجود النظام في حياتنا، وجود الانضباط في حياتنا. يعني هو بيكتب مثلا سلطة القانون، قواعد، انضباط، حالة الخوف. نحن نحتاجها بحياتنا، لولا الخوف كان ما حدا درس، خوف من الفحص بخلي الناس كلها تدرس. الألم، لولا ألم الأسنان كان ما حدا صلح أسنانه، كانت أسنانه كلها بتخوف. هلأ السؤال لألك، اكتب يا ترى ما هي المؤثرات في حياتك التي تحتاجها وترغب بها؟ ما هي المؤثرات التي لا تحتاجها وترغب بها؟ وما هي المؤثرات التي لا تحتاجها ولا ترغب بها؟ وما هي المؤثرات التي لا ترغب بها وتحتاجها؟ شو اللي عم يحفزك؟ انك اذا انت عرفت شو اللي عم يحركك في داخليتك وشو اللي عم يحركك من المؤثرات الخارجية، فهون فيك انت تعرف كيف تتحكم بزمام أمور حياتك وتحقق أهدافك. بانتظار جوابكم ومناقشته، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة من كتاب تريجرز لمارشال جولدسميث.
وهذا صبحي أخبيك، أحييكم من الجميرة من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.